هذه الاتهامات يعني اصحابها يعني معروفين من طرفنا من قبلنا، هم الاتراك وبعض الجهات يعني التابعه لهم في سوريا. الجميع يعرفون يعني بين قوات سوريا الديمقراطيه قوات وطنيه بامتياز. من جهتنا يعني حافظنا على كل ما هو يعني وطني في سوريا، حافظنا على حدود سوريا، يعني الجيش العربي السوري ترك حدود سوريا، انسحب من حدود سوريا، حدود تركيا، حدود مع العراق. نحن كسوريين كوطنيين سوريين ملأنا هذا الفراغ وحافظنا على هذا الحدود وما زلنا موجودين على هذا الحدود. تركوا المؤسسات الوطنية، المؤسسات التي تخص جميع السوريين، جميع المؤسسات، المؤسسات الخدمية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية، جميع المؤسسات. وتم النهب والسرق هذه المؤسسات في بقية أنحاء في سوريا، في مناطقنا، مناطق التي سيطرنا عليه. نحن حافظنا على هذه المؤسسات وعلى رأسها وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية مثل النفط والكهرباء والآخر. وما زالت هذه المؤسسات الوطنية في خدمة جميع أراضي سوريا، ليس فقط مناطقنا، جميع المناطق. يعني المؤسسات تخدم جميع المناطق كما كانت في السابق. حافظنا على وحدة المكونات الاجتماعية في سوريا، وهذا هو الأهم. يعني القوى الأخرى عملت على يعني تجزئة النسيج الوطني السوري، يعني هن استهدفوا النسيج الوطني السوري وقاموا بتمزيقه على أسس طائفية وقومية إلى آخره. في مناطقنا احنا حافظنا على وحدة هذا النسيج الوطني، هذا النسيج الوطني السوري لجميع الشعوب السورية. ولازم احنا نعتبر بأننا يعني قوة وطنية بامتياز، وحافظنا على وحدة أراضي سوريا. وهذه الاتهامات ليس لها أي يعني إثباتات أو أي أرضية تعتمد عليها.